إذا السيوطي 911 توفي يقول لو ضاعت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي. فما بالك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء مفروغ منه. يحيى بن معين ورث من أبيه 1000 درهم فأنفقها على علم الحديث حتى ما وجد ما يشتري به ما يجدد نعله. الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. أيها الأخوة الكرام، يعني هذه الدورة كان هي الدورة الرقم 8 التي تعقدها الجمعية في مختلف مجالات الدورات، في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة. قام رئيس جمعية الحديث وهو كان من المؤسسين، وهو ينسى أول عمل حمل التأسيس 2005 كان موقعا على إنشاء هذه الجمعية، ولكن ذكرته لأنه عندي الملف أنا. فعلى كل حال مرحب به مرة أخرى، نسأل الله أنه دائما أن ينفعنا بما علمنا، وأن يترجم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منهج حياة، منهج سلوك، منهج قراءة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما بريئا من الجهل وعملا خالصا من الرياء، ونسألك فهما في كتابك وفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ونسألك الثبات في الأمر والثبات حتى الممات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نتكلف ما لا نحسن، ونعوذ بك أن نعجب بما نحسن. في البدء حي الله هذه الوجوه الطيبة، وشكر الله لكم مسعاكم ومجيئكم. ولا شك أن الإنسان ما جاء به إلى مثل ذلك إلا حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يعني ثور في نفسي دكتور حاتم الله يجزيه الخير بما قدم أشياء كثيرة، وإذا كان العمر يحتاج إلى 100 أظن أن 100 دون يعني قليلة، لأن من طبيعة علم الحديث كما قال أهل العلم أنه من العلوم التي لا تزاحم، من العلوم التي لا تزاحم، بمعنى أنه لسعته وتشعبه يستغرق وقت الإنسان وعمره بل وجيبه أيضا. ولذلك بعضهم قال إن علم الحديث بضاعة المفاليس، فبعضهم استغرب ظنا سيئا فحمل الكلام على غير وجهه، وإنما ما يحتاجه من يشتغل بعلم الحديث من بذل لأمواله فإنه سيفلس. ولا أدل على ذلك من أن يحيى بن معين وهو الإمام العالم المشهور رحمه الله تعالى ورث من أبيه 1000 درهم فأنفقها على علم الحديث حتى ما وجد ما يشتري به ما يجدد نعله، بمعنى أنه أخذ وقته كله وعمره كله وماله كله. إنما يعني هذه أحببت أن أقدم بها بين يدي حديثنا عن نشأة علم الحديث وعلومه. لا شك أن القرآن الكريم كلي الشريعة وأسها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين جزئيات هذه الكليات وفصلها تفصيلا عظيما. فالله أنزل القرآن وصفه بأنه نور، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان نورا، فمن جمع القرآن مع السنة ولا يفترقان جمع النورين. نعم، لذلك الله وصف نبيه
بالنور، والوحي النازل بالنور، إذا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله ومن يتبع رضوان سبل السلام. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن هذا القرآن ونصبه الله عز وجل لبيانه، ولذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن. وإذا نظرنا إلى موضوع علم الحديث، ما هو موضوع علم الحديث اللي نبحث فيه عن عوارض الذاتية؟ هو ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ما يصدر عنه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وكذلك ما كان عليه، يعني شمائله، فيدخل في هذا الأقوال والأفعال والصفات والإقرارات. ولذلك لما كان بهذه المثابة جعله الله عز وجل أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فكان أسوة في كل شيء، ولذا صار محل اهتمام الصحابة رضي الله عنهم، كما قال الدكتور أنه ينقلون كل شيء حتى في الحركات والسكنات، إذا ابتسم ذكروا ذلك، وإذا ظهر على وجهه الغضب ظهر ذلك، يسمونها لغة الجسم، يعني لغة، إذا استبشر أو لم يكن ذلك، لذلك كل هذا كان موضع اهتمام الصحابة رضي الله عنهم، حتى ملأ حياتهم، يعني حياتهم كلها مملوءة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصدق يعني على هذا من قول أنس رضي الله عنه صلى الله رضي الله عنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة وأظلمت نفوسنا، فقال فأنكرنا نفوسنا فكان ملء السمع والبصر، فملأ حياتهم. والآن يعني حتى إن بعضهم بالغ في الاقتداء والتتبع، ونحن في زمن يراد نزع هذا الثوب عن المسلمين، كما قال أخونا الله يجزيه الخير الآن يعني يكاد أن يعني حرب شعواء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه إذا هدمت السنة لم يبقى لنا شيء، يعني كما قال محمد أسد ليوبولد فايس، تسمى محمد أسد المفكر النمساوي الكبير، ومن أصله يهودي، وبالمناسبة يعني بالنسبة للمستشرقين من كان أصله يهوديا وأسلم يحسن إحسانا عظيما لأنهم أهل توحيد في الأصل، فوفقه. فيقول عن السنة النبوية في كتابه القيم الإسلام على مفترق الطرق، يقول إن السنة النبوية سور الإسلام، يعني سور الإسلام الحامي، إذا ذهب السور أيوة ذهب ما بعدها، لذلك هذا سور الإسلام الواقي الحامي. لما لم يقدروا على القرآن بكل طرقهم، لأن الله حفظه من غير قيد ولا شرط، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، غير قيد ولا شرط، ما في قيد، فلذلك هو محفوظ بحفظ الله عز وجل. جاءت السنة للبيان، ومن حفظ الله للقرآن حفظ البيان، ولذلك من لوازم حفظ القرآن حفظ السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حفظ السنة حفظ اللغة التي فيها بيان القرآن. ولذلك حينما أرادوا أن يطعنوا في القرآن طعنوا في الشعر الجاهلي وثيقة الإعجاز، لكنهم لم يقدروا. وجاءت الطعون في السنة كثيرة كذلك ما قدروا، سنتعرض لذلك. وجاء الحرب على اللغة، ولليوم حرب، كل هذه ثلاث حروب على القرآن والسنة
والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وعلى لغة القرآن والسنة أيضا، لكن هذه الحروب باءت بالفشل. لما؟ لأن الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، فلذلك حفظ الله عز وجل هذا. نحن اليوم في ظرف صعب عالمي، العالم كله يعني رمى المسلمين عن قوس واحدة. صحيح في مكان يعني تجتمع الأساطيل على حرب فصيل، وهذه يعني يجتمعون لأنهم هكذا طبيعتهم. نعم، الذين كفروا بعضهم أولياء بعض. لذا يعني هذه حرب في الحس، لكن في حروب ثانية قوية جدا قد تكون أشد. ولذلك العلماء رحمه الله فهموا هذا، أن عليهم جهاد في هذا الباب كالجهاد في حماية بيضة المسلمين، لا بد من حماية شريعة الموحدين وحماية بيضة المسلمين. فبيضة المسلمين حميت بالمجاهدين، وشريعة الموحدين حفظت بالعلماء الربانيين. لذلك هذا يؤدي جهاده وهذا يؤدي جهاده. ولو تفرغ هؤلاء للعلم وتركوا الجهاد استبيحت بيضة المسلمين، ولو تفرغ هؤلاء للجهاد وتركوا طلب العلم وبيانه لا ذهبت شريعة الموحدين. لذلك لا بد من، لذلك هذا جهاد. نسأل الله عز وجل أن يسلكنا في سلك هؤلاء. الآن إذا قلنا علم الحديث موضوع ذات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان موضوع ذات النبي وما يصدر عنه، كان كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم محل الاهتمام من الصحابة، إذ كانوا خير تلاميذ في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، تلقوا تلقيا دقيقا. والنبي صلى الله عليه وسلم ملأ سمعهم وبصرهم كما قلنا، مع محبتهم له كانوا يتلقون هذا الشغف والحب، ورث ضبطا واهتماما أكبر. ولذلك حملوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه وراقبوا فعله ونقلوه إلينا ونقل. وذلك العلماء ما تركوا هذا الباب، كما صنفوا في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، صنفوا وجمعوها ولم يفوتهم منها شيء. ولذلك جملة السنة كلها وصلتنا ولله الحمد لم يفوت منها شيء، هذا فضل الله عز وجل بالرغم من كل عواد الزمان، كل عواد الزمان، لكن السنة حفظت. وكذلك حفظت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظت شمائله، حفظت شمائله، يعني كل ما يتصل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وصفته الخلقية وأيضا مكانه وأخلاقه نقل إلينا. ذلك لا يوجد في تاريخ الأمم مثل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في وضوحها، ما في ولا غموض في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرته بين أيدينا كأنما هو بين أيدينا، بين يعني ظهرانينا عفوا. لذلك يعني صفته نقلت كأنما تنظر إليه، تستطيع أن. ولذلك العلماء حينما تأتي الرؤى يطابقون بين من يرى النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما وصف عنه صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه مغايرة معناه في شيء في حال يعني الرأي. بل إن بعض العلماء يقصر هذا الحديث على من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا، مثل أستاذنا الزرقاء رحمه الله، يعني هذا له رأي. على كل فانظروا هذا، كل أقواله وأفعاله وتقريراته
على مراتبها نقلت، وحرص الصحابة على التلقي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى هذا التلقي، دعاهم إلى التلقي، وفي الأفعال للبيان خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، جاء كما في حديث حمران مولى عثمان يأتي وهو خليفة يريد أن يعلم الصحابة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فنقل إلينا، وهكذا خذوا عني مناسككم كله كذلك لضبط ما يقول. نظر الله امرأ رواية أخرى نظر، لكن الإمام الرامورز يقول نظر أحسن في اللغة، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها في رواية فحفظها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا الحديث حديث نظر الله تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعاله أكثرها ما نقل في البيان تواتر، تواتر الطبقة يعني جيل عن جيل، وإن لم يكن كتواتر القرآن، القرآن تواتر وتواتر طبقة، ليس تواتر الأسانيد فقط لا، ولكن تواتر طبقة الأمة كلها. فهذا نقل إلينا التواتر، انظروا يعني توفرت الدواعي للنقل فنقلوا. وأيضا من هذا أنهم كانوا يتناوبون في حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من عنده أشغال يشتغل، لكنه لا يخلي نفسه من إيه؟ من الحضور والاتصال. وهذه مسألة مهمة جدا. اليوم نحن يعني في حياتنا العلم ثانوي وليس يعني أساسي في 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 بنية حياتنا وتفكيرنا، وهذه مشكلة كبرى ترى. يعني الأمة كانت من قبل مشغولة، حتى وهم في الجهاد لم يشغلهم الجهاد عن العلم والطلب، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا عليهم لعلهم يحذرون، لأنه وهو أيضا في الجهاد يتفقه في الدين لأنه لما يرى من عظيم نصرة الله. ولذلك نقلت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أحوال الغزاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينت الأحكام والسير. إذن دعا لي التبليغ نظر الله وران تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم أو يسمع ممن يسمع منكم. إذن كل هذا كان موجودا. التناوب يقول عمر رضي الله عنه كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب في حضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر يقول أنا أنزل نوبة وحدث، هو بنزل نوبة يحدثني. إذن لا يتركون هذا الأمر، ولذا ضبط العلم فيما بينهم تلقي هذا، فعرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا سنته وضبطوها وحفظوها. أبو رافع بروي عن عبد الله بن مسعود حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع ابن عمر فيقف يعني كل يتوقف، الصحابة فيما بينهم توقفوا في الأحاديث التي تروى فيما بينهم كأنما هو ينكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فما الذي حصل بعدها؟ السلام التقى يعني بابن مسعود، وابن مسعود نزل بقناة في المدينة وادي من وديان المدينة، فذهب ابن عمر ليعوده فسأل، فأبو رافع تبعه وذهبا معا، فسأل أبو رافع ابن مسعود عن الحديث فحدثه كما حدثه،
شوف الصحابة فيما بينهم ثبتوا، نعم يتثبتون، ولذلك كان يستدرك بعضهم على بعض، بمعنى أنه إذا سمع شيئا وقد يكون في السماع شيء من الخلل يستدرك بعضهم على بعض، ولذا استدركت عائشة على كثير من الصحابة، استدركت على كثير من الصحابة، واستدرك الصحابة على بعضهم بعض، حتى يعني جمع من ذلك رسالة دكتوراه طبعت في مجلدين، استدراك الصحابة بعضهم على بعض غير ما جمعه الزركشي وغيره من قبل في الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، يعني ليس عائشة وحدها. وهذا طبيعة اللي هو من طبيعة علم الحديث كما قلنا لا يزاحم، من طبيعته النقد، بمعنى أنه لا يمكن أنه يسمع الواحد شيء ويمشيه إلا إذا كان مضبوطا مدققا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا، علمهم هذا التدقيق، لما روى حديث تذكرونه، حديث يعني ذكر النوم للبراء بن عازب، أنه إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة إلى آخر الحديث، وفيه اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يعيد، فعاد فقال ورسولك الذي أرسلت، فقال له ونبيك الذي أرسلت، رجعه ليلتزم اللفظ من جهة، لأن البراء ظن أن ورسولك أعلى من ونبيك، لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع وصفين، النبوة والرسالة، ورسولك الذي أرسل وصف واحد، فرده ليضبط اللفظ. ولذلك العلماء رحمهم الله نشأ من المشكلات يعني والحل لهذه المشكلات نشأت علوم الحديث. منين نشأت علوم الحديث؟ من المشكلات التي في طريق في مسيرة الرواية، منها الرواية بالمعنى. مثلا هنا هو أراد أن يغير لفظا بلفظ، وظن أن اللفظ الذي جاء به أعلى من اللفظ الذي سمعه، وهذا يعني مشكلة كبرى، يعني لابد من تعظيم لمقام النبوة، وكان الصحابة هكذا، يعني التعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته وتعظيم ما يصدر عنه، كانت له هيبة بينهم، حتى قال عمرو بن العاص وهو من هو، يعني لو قيل لي صف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكاد أن ليش هيبة كنت إذا نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد نظري فيه، هيبة له من هيبته، قال ما أحد نظري، يعني ما قدرش تملأ، يخفضون. شوفوا، ولذلك في حديث يعني السهو، سهو النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى وصلى الظهر ركعتين سلم، وقام إلى خشبة في مقدم المسجد، فقال رجل يقال له ذو اليدين، دي طوال شوي، أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، قال بلى قد نسيت، مدام كل ذلك لم يكن لا، بلى قد نسيت، تجرأ. قال وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما. إذن كانت إله هيبة صلى الله عليه وسلم، شوف في حديث يعني هذه الحادثة، فهابا وهم أقرب الناس إليه وأكثر الناس به خلطة ونسبا ومع ذلك معروف أن الناس حينما تكثر خلطتهم تزول من بينهم يعني تكلف والكلفة
وال يعني الحواجز كلها، لكنهم يفهمون وهم يعني حقيقة هاي مواقف نحن يعني نمر بها مرور الكرام، أو زي القصص، لا دي مناهج. كثير من الأحداث والقصص هي منهج متضمن لشيء كان تدل على أمور كثيرة عميقة في حياتهم، مع كل الخلطة وقوة الخلطة ما ذهبت هيبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا رفعت الحواجز. شوف كيف. ولذلك لاحظوا في حديث أيضا صلح الحديبية، حينما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، الصحابة رضي الله عنهم لم يعجبهم هذا. طبعا في ذاك الموقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي عودهم على المشاورة لم يشاور، لأنه لو شاور لا لفسد الأمر، لما يعلم من أن النفوس وحميتها لا تقبل. لكن العاقبة يراها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرونها، زي كثير من الناس قضية اللي هي عندنا الآن مشكلة قضية العقل والنقل وكذا، بعض الناس يقول لك والله هذا الحديث يعني مش داخل معي، يفتح عشان يفوت الحديث فما يستغلق على واحد يفتح على آخر. لذلك العلماء اتهموا عقولهم ولم يتهموا الرواية إذا ثبتت، هذه مسألة مهمة. طيب جاء عمر، تعرفون موقفه، لكن نحن نريد أن نذكر بهذا. جاء عمر يعني إلى أبي بكر، ما راح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قولته ألم تقل لنا إننا سنأتي، قلت هذا الآن. طيب ألم كله على من أعطى الدنيا في دينه، رأى أنها دنيا، هو هكذا رأى. هذا عمر بجبروته العقلي وأنه الملهم والمحدث، وهو الذي قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر، ولو كان نبيا بعدي لكان عمر، ومع ذلك حصل من هذا الموقف. كيف حالنا إحنا؟ سؤال، لو حضرنا كيف صير فينا؟ الله المستعان. لكنه لما ذهب إلى أبي بكر أجابه أبو بكر بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابق، وهذه رتبة الصديقية، رتبة صديقية في ولا تلك تسليم كامل. ثم بذلك شو قال له أبو بكر؟ يا عمر، هنا موضع الشاهد، إلزم غرزك، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك في القرآن كله ما نزلت محمد رسول الله في سورة إيش؟ الفتح، محمد رسول الله، لتثبت معنى التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول ولو خالف عقلك ونفسك. يعني احنا ذكرنا قبل فترة لما يعني في محاضرة سابقة في بدر تثبتت شهادة أن لا إله إلا الله ولقد نصركم البدر وأنتم أذلة، ثبتت خلاص. في أحد هذه فلسفة نصر، في أحد فلسفة الاتباع، مخالفة إيش حصل؟ سلب النصر وهم يجمعون غنائمهم لأجل المخالفة اليسيرة. بالله عليك اليوم الأمة كم فيها مخالفات؟ الله. نطلب ماذا؟ ها؟ ولذلك لما استغربوا قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، تعقيب إن الله على كل شيء قدير، لأنه لا يقدر على ترتيب الظاهر على ما في الباطن إلا الله سبحانه وتعالى. ولقد صدقكم الله وعده وتحسنون بإذنه حتى إذا فشلتم، نتيجة قبل السبب، تنازعتم في الأمر عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا
ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولو لم يعف عنهم لاستؤصلوا. مخالفة واحدة. منكم يا لطيف أي دنيا؟ دنيا فيها حرام أطيب الكسب، حلالا طيبة كما قال الله عز وجل فكلوا ما غنيتم حلالا طيبة أطيب الكسب. اليوم كيف الأمة؟ واضح؟ لذلك شو بقول إحنا المهم هنا إنه لما قالوا إلزم غرزك إنه رسول الله، لذلك لابد من التسليم، وهذا كان فيهم، كان فيهم. إذن هذا كان في الصحابة. ثم بعد ذلك اجتهدوا، فمن تأخر من الصحابة كان أكثر رواية ممن تقدم. ليش؟ المكثرون الصحابة هم أواسطهم وصغارهم، أواسطهم كأبي هريرة عائشة، وصغارهم كأنس، يعني أواسط أنس يعتبر، وأنس وابن عباس وابن عمر وابي سعيد وغيره. ليش؟ الصحابة الكبار رضي الله عنهم، طبعا هذا من نشأة علم الحديث والتلقي، يعني قبض النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عهد الراشدين. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أسس لتثبيت المرجعية أول شيء، فقال لما في حديث الإرباب السالية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت من العيون وواجلت من القلوب حتى كأنها موعظة مودة، ثم في آخرها فقال فعليكم، يعني بما يصيب، فقال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي المهديين في رواية، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. عضوا عليها بالنواجذ، بمعنى هذا منهج. شو يعني عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ إذن ثبت قضية الاقتداء، بعد الاهتداء هذا الاقتداء. ليش؟ اقتداء به صلى الله عليه وسلم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، و يعني أمر بالحرص الشديد على عضوا عليها بالنواجذ، لأنه ممكن تتفلت. القرآن يتفلت والسنة كذلك، شيك؟ إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل، صاحب الإبل المعقلة أو المعقلة بصير. طيب فعضوا عليها هي عضوا وليس عضوا، ترى عض يعض، ما يستوي فيه الماضي مع الأمر، هذا فيه باب في الصرف يعني. طيب فعضوا عليه بالنواجذ، يعني سيأتي إيش؟ تفلت، لأنه النبي أخبر أنه ما من نبي إلا وكان له أصحاب حواريون يأخذون بسنته، بعدين يخلف بعضهم خلوف يقولون ما يفعلون يفعلون ما يؤمرون، ذلك سيكون. إذن هنا عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، ستحدث أمور وتختلف الأمور عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لذلك ضبط هذا. ولذلك جاء الصحابة الخلفاء فضبطوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ الآن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرجع إلهم، اسألوه هل يستطيع أحد أن يفتري؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر لما قال حدثوا عن بني إسرائيل والحرج، ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، أو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواية ومتواتر الحديث، يعني بل بعضهم قال من حيث الأفضل لم يتواتر حديث مثله. يعني إذن لما قال ليش؟ لأنه علم أنه سيكذب عليه، ما بقوله إلا وأنه سيكذب عليه،
هسه اي واحد بده يمشي شيء بده ينسبه العظيم، كما كذب على النبي كذب على الائمه، ولذلك الكذب على ائمه الحديث كالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لانه المحصله قبول الروايه، يعني الوضع عليهم والكذب عليهم كالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه قال ان كذبا علي ليس كذبا على احد، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، بل قال من قال علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده. هذا اللي هو لضبط الالفاظ، اذا قال الاصمعي اخوف ما اخاف على طالب الحديث، يعني اذا لم يتعلم العربيه قصده، أن يقع في وعيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده. لك صار التحري للألفاظ، لأنه لو لحن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحن، لو قال علي ما لم يقل، لذلك هنا ضبط، ليس الكذب وحده والخطأ بل التقول، إذن هذا كله ضبط. ولذلك قال أنس ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يكذب بعضنا بعضا أو ولا يكذب بعضنا بعضا. إذن فهؤلاء المكثرون من الصحابة سمعوا بعض الأحاديث منه مباشرة، والباقي من الصحابة الآخرين الرواية. أيوة. الآن نشأ هاي أول نوع من أنواع الحديث، لأن فيه تلقي مباشر سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سمعوا فإنهم يبينون ذلك أشد البيان، بمعنى أنهم يحرصون أشد الحرص على بيان أنهم سمعوا أو يذكرون القرينة التي حضروا فيها، لأن هذه منقبة عظيمة. فإذا لم يكن كذلك فإنهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال كذا أو فعل كذا، يعني لا يذكرون سماعا لما لم يسمعوا ويذكرون السماع لما سمعوا. لذلك من هنا نشأت قضايا ألفاظ نقل الرواية اللي هي صيغ التحمل والأداء، سموها صيغ التحمل والأداء، فالحمل بالسماع أو أنه في وسط غيره نقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق مثلا، وهكذا كما في حديث ابن مسعود. إذن هذا إيش؟ صيغ التحمل والأداء، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو أن رسول الله قال كذا. إذن ولذلك نشأ مصطلح اللي هو إرسال الصحابي، ما هو؟ سماعه من صحابي آخر وليس من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا كثير جدا في الصحابة، والمكثرون الصحابة أكثر روايتهم عن غيرهم وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا له تفصيلات وتدقيقات كثيرة جدا لا نريد أن ندخل فيها، لأن إلى تدخل يعني وينبني عليها مسائل غاية في الأهمية للمختص، لكن نريد من يعني بعض معالم هذا الأمر اللي هو الظاهرة حتى لا نطول عليكم. وقال دكتور 100 محاضرة، لا إحنا نريد أن نختزلها اختزالا شديدا في محاضرة يسيرة، وما في أصعب من أنك تختزل كثيرا، ها؟ ما في أصعب يعني فيها. بقي لي 10 دقائق ابشر. طيب إذن هذا تلقي الصحابة بعضهم عن بعض، لما جاء يعني لما جاء وقت الخلفاء أمروا بالإقلال من الرواية. ليش؟ مسألة مهمة جدا، لأنه الآن الناس بدهم يتكلموا، الأمور فيها التباس واختلاط، حدث جديد جلل عظيم، نخشى من أي تلاعب. شو عملوا؟ ضبطوا الأمر وأحكموا غاية الإحكام، ما بيحدث إلا هو من هو معروف معه شاهد على ما يقول في عهد أبي بكر، أو يستحلفه، شوف يستحلفه بعد عمر جيب شاهد، أمر صعب، هات دبرها. وفيها حديث أبي موسى الأشعري لما طرق الباب واستأذن عليه قال له وين شاهداك، أو درته كانت تخوف.
فذهب إلى المسجد ووجهه متغير ممتقى. إيش اللي حصل؟ قال: من سمع منكم رسول الله؟ قالوا: يذهب معك أصغر القوم. بعثوا أبا سعيد الخدري، كان صغيرا وقتها، بعثوا يشهد لك. يعني إذا كان عمر مغلبك ودي لك أصغر واحد يشهد معك. شوف كيف. ومع ذلك إذا تفوت بعضهم بعض الروايات لا يستوعبها، لكن إذا قال عمر عن نفسه أنه ألهاني الصف، يعني بعض الناس يظن أن الصحابة كانوا متحوطين حول النبي صلى الله عليه وسلم ما لهم شغل إلا هذا، لا، كانوا يشتغلون في حياتهم ولكن لا يتركون إيش ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتذاكرون ويحدث بعضهم بعضا. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنهم أول واحد حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس علم، أما في أحداث متعينة هذا كثير، لكن أنه جلس للتعليم ولرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وين؟ في وقت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم أهل الصفة، فكان يسمر معهم ويحدثهم. ولذلك أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ويوتر قبل أن ينام. ليش؟ لأنه بيسمر. هو حدث، ولذلك قال عن الشافعي: هذا محدث راوية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحدث الصحابة. طيب أبو هريرة معظم روايته ممن؟ من غيره، وإلا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بضع مئات، يعني ما بيجي عشر ما رواه، ولكن الباقي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك في بعض الروايات لما يعني أنكرت عليه أشياء بعض الرواية قال: لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أخبرني مخبر، غلط مش مني ترى، من اللي أخبرني، فصححت له، وصلتنا الرواية ولا عرفنا من أخبره. إذن هذا موجود، وذلك نشأت المصطلحات واحدة وراء الأخرى. طيب الضبط للرواية صار التدقيق فيما بينهم، ولذلك العلماء حينما اشترطوا الجواز الرواية بالمعنى، طبعا هذا يظن بعض الناس أن معظم الرواية الحديث هكذا، لا، معظمهم تحروا إلا ما ندر، يعني تحروا الألفاظ، وهذه مسألة حصل فيها لبس في تاريخ المحدثين. يعني ضبط الألفاظ لما تيجي الآن بعض الألفاظ تعرف أنها في غاية الدقة، روي الحديث بروايات وتستطيع أن تستخرج اللفظ في غاية الدقة. ليش؟ لأنه روي، فمن كان يعتمد على حفظه يظهر في أثناء الرواية، ومن كان يعتمد على كتابه الذي دونه يظهر. ولذلك بعض المحدثين مع حفظه لا يحدث إلا من كتابه، كالإمام أحمد مثلا وهو حافظ وما ذلك لا يحدث إلا من كتابه رضي الله عنه. إذن هذا ضمن، فإذاك اشترطوا في الرواية بمعنى أن لا يكون من جوامع الكلم، لأن جوامع الكلم ما يضبط. طيب إذا جوامع الكلم لا تروى بالمعنى، شوف السيوطي رحمه الله لما جمع الجامع الصغير هو من جوامع كلمه معظم روايته، وأن لا يكون ما يتعبد بلفظه مثل الأذكار، تشهد، صلاة، ها ما بصير يذكر، أو ما يكون فيه التقييد عدد معين مضبوط، هذا ما في رواية أو مقادير. ولذلك دون هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة التدوين مسألة طويلة عريضة، لكن يعني نفخ فيها المستشرقون وظنوا أنهم يدخلوا منها إلى الطعن في السنة، والكلام عند من يعرف واقع الأمر لا، يعني ما في شيء، وهو أنه بعضه دون، مثل كتاب أبي بكر في الصدقات، كتاب اللي كان مع علي في العقول اللي هي الديات، لما قال له أبو جحيفة بعد ما تحدث حديثا عظيما وأعجبه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا فهما يؤتيه الله عبدا من عباده. وما في هذه الصحيفة؟ اللي خصنا في الصحيفة هذه، شو اللي خاصه في الصحيفة؟ قال: وما في الصحيفة؟ العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. العقل هي أحكام الديات، يعني علي رضي الله عنه من اهتمامي حاط طويل مع قراب سيفه، يعني حافظها ونقلت إلينا، نقل وكتب الإمام أبي عاصم جزءا كاملا في مثل هذا. السلام ورحمة الله وبركاته. لذلك دونت كثير من الأحاديث وين؟ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، مما لا يجوز روايته بالمعنى. ولذلك في التشهدات فيما يتعبد بلفظه عومل كما عومل
القرآن. ومن هنا ليش قال له النبي وبنبيك الذي أرسلت؟ لهذا ليك ضبطوه. هسا إحنا نضبط التشهدات ولا نضبطها؟ نرويها بالمعنى؟ لا. وهكذا في كثير من الأمور باقيها نعم الفعل يصفه الصحابي، وهكذا كما قال أبو حميد الساعدي: رمقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنها في كل حركاتها. أخبر عنها. طيب إذن هذا كان بداية المسائل وكيف تنشأ المصطلحات. كل ما تجي مشكلة بيحلوها. هاي مشكلة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حلوا هذا. لما حاصروا من يحدث وأنه يقتصر على القرآن، ليش؟ حتى لا يتكلم مغموز. إذا إذا كان المشهور قد حوقق، فهل يستطيع أحد ممن يغمز في دينه أو فيه كلام يستطيع أن يتحدث؟ يقدر؟ لا. إذن إذاك ما يلقي بعض من الشبهة في إنه يعني إيش يدري، بلكي منافق روى له رواية يقول نعم أصلا الله عجل أخبر عنهم إنهم ما بيحفظوا، فإذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا، يعني جماعة الله عز وجل مسكر عليهم. هاي واحدة. ومع ذلك تشديد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إيش ضبط الأمر ضبطا محكما. ولا يمكن، لذلك رحم الله المزي لما قال: لا توجد رواية لأحد من المنافقين هو مغموز في دينه. ليش؟ لأنه لما حدثت الفتنة في قتل عثمان صار الناس يدققوا، في قتل علي والاختلاف شد دققوا أكثر. لذلك لما حدثت الفتنة كما قال ابن عباس صاروا نسأل، يعني كل واحد يتكلم يقول وقف من أين، فيدققوا. إذن بدأ التدقيق في هذا. اللي أشد فتنة كانت فتنة المختار بن أبي عبيد، فتنة اللي هي اللي صار فيها الكذب والتزيد. هنا أيضا عالجها المحدثون بما وضعوا من شروط دقيقة لقبول أي رواية. أيضا جاءت فترة يعني كل المشكلات التي حدثت إيش عالجها المحدثون بعلاجات دقيقة نشأت عنها هذه المصطلحات التي هي نتائج لتلك المعالجات التي عالجها المحدثون في حياتهم ومسيرة الرواية. هذا كله يعني ظل ماشي إلى أن جاء عصر التدوين، ثم اتسع التدوين وجاء القرن الثالث اللي بسموه العصر الذهبي للرواية. يعني التدوين جاء كان على رأس المئة الأولى بأمر المرسوم من الخليفة، مرسوم من الخليفة لما بعث كتابا لأبي بكر عمرو بن حزم أنه يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه خاف دروس العلم وأمر بإفشاء العلم وعقد مجالس العلم. إذا كان مرسوم زي ما نقول مرسوم ملكي اليوم بالمرسوم في زمن عمر بن عبد العزيز، دون بدأ التدوين الرسمي، لكن التدوين الذاتي كان كثيرا موجود في حياة الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك قال أبو هريرة وهو من المكثرين: ما يعني ما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. طبعا عبد الله بن عمرو شوفوا قديش العلماء والصحابة والتابعون من بعدهم ضبطوا الأمر. عبد الله بن عمرو قالوا: ما سبب الإقلال عن روايته؟ إنه وقع على حمل بعير من كتب الكتاب صار يقرأ، قالوا خايفين الآن تدخل علينا الروايات، شو نسوي؟ اضبطوا دققوا خففوا عنه اللي تلاقوه عند غيره خذوه منه، شوفوا كيف، ودققوا عليه وهو صحابي ضابط وغاية وكتبه مضبوطة، ومع ذلك ما تساهلوا، عندهم تدقيق شديد. ولذلك ضبطوا عنه ما وافق، زي ما حصلت الفتنة في زمن علي بعد قتله صاروا يكذبوا عليه والشيعة وكذا وصارت الأهواء والتحزب، قالوا كيف بدنا نضبطه، نشوف ما رواه ابن مسعود وما رواه أصحاب ابن مسعود وأصحاب علي، إذا توافقوا نوخذ، ما توافق وقف. شوفوا كيف المشكلات عالجوها بعلاج دقيق بحيث ما دخل علينا في الرواية شيء. ولكن لما دونت الكتب صار المرجع في الكتب، عصر العصر الذهبي، جمعت المسانيد والمعاجم والمصنفات والجوامع، ثم جاء بعد ذلك اللي درت تصنيفات المحدثين
صحيح البخاري وصحيح مسلم، وتسابقت الأمة في ضبط هذه الكتب اللي هي بخاري ومسلم وما بعدهم من الستة والمسند، ثم دقق في الرواية. الآن اللي بتطلع على نسخ البخاري ومسلم، شوف نسخ البخاري بالذات، شوفوا كيف الروايات، شوفوا الفروق بينها. في نسخة قال، في الثانية فقال، أو واحدة وقال. يا لطيف، يعني قال فقال في النسخة الثانية أو وقال. سأل بده يدرس، يكون عنده ممكن دراسة معينة في الحديث الواحد، بيعرف وين اللفظ اللي الأنسب والأدق، ومع ذلك تركت. لا، طب اللي ضابطين لك في نسخة حدثنا، في نسخة أخبرنا أو حدثني، ضابطين الفروق بين الصيغ. بيجيك واحد يقول لك يا أخي أنت ما بتعرف، يعني ما في حدا دس في هالكتب. نقول له الله يعطيك العافية، يعني دس في الكتب، هذه كتب محفوظة عند السابقين وعند اللاحقين. الله يرحم، يعني ابن حجر كان يحفظ كل ما عنده 200,000 حديث. إذا السيوطي 911 توفي، يقول لو ضاعت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي، فما بالك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء مفروغ منه. خلصنا؟ طيب، ولذلك حفظهم للحديث كان كالسحر، ووصل إلينا نقيا غاية في النقاء. ولذلك كان المقصود الأكبر من كل علوم الحديث الحديث الصحيح، ليصل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا سالما من العلل ومن الخلل. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها.